إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. الطريق إلى الجنة قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وكان هذا جوابا عن سؤال. فعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل اذا عملته ادخلني الله الجنه ونجاني من النار. فقال له النبي: لقد سالت عن عظيم، وإنه ليسير على ما يسره الله عليه. سؤال معاذ واضح، قال: أريد أن تدلني يا رسول الله على عمل أدخل به الجنة وأنجو به من النار. فقال له النبي: لقد سألت عن عظيم، وذلك أن هذا أعظم ما في الوجود الإنسان. فلو سألت إنسان وقلت له دلني على عمل إذا عملته بدي أكسب مليون دينار، ودلك أعمل كذا وكذا، هذا ليس أمرا عظيما، فإن الدنيا وما فيها ثانية وثالثة وغير باقية مهما بلغت فيها، ليست هي الفوز الكبير، لكن الجنة هذا الفوز العظيم، ذلك الفوز الكبير. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالفوز حقا أن الإنسان يصل الجنة وينجيه الله من النار. لذلك النبي قال له: قد سألت عن عظيم، ثم قال له: وإنه ليسير على ما يسره الله عليه. وذلك أن الطريق إلى الجنة والهداية لها اختيار واصطفاء، ليست بالشطارة وليست بالعلم، هذا اختيار. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فدعوة الله إلى الجنة والنجاة من النار لكل أحد، لكن التوفيق إليها هذا اختيار من الله، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقد هو يسير لكن على ما يسره الله عليه. ثم قال له النبي: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام الخمس التي يقوم عليها الإسلام، تؤدي هذه الفرائض، هذه فرائض تؤدي هذه، بدلا من الشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، ثم إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ثم قال له النبي: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ أراد النبي أن يفصل له الأمر ويعطيه هيكلية الدين. قال: قلت بلى يا رسول الله. فقال له النبي: رأس الأمر الإسلام، أي البداية وعلى شيء. قال له: رأس الأمر الإسلام، يعني أن تسلم لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن تسلم نفسك وجهتك وخصك وكذا لله سبحانه وتعالى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة،
يعني ما يقام عليه الإسلام. في صلاة في إسلام، ما في صلاة ما في إسلام. وقد بين أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن كان عنده الصلاة أقام العمود، عمود الإسلام. من لم يكن عنده الصلاة خلاص هذا من الإسلام، هذا عموده الصلاة. ثم قال له النبي وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. أعلى وأشرف ما في هذا الأمر، الأمر اللي هو الدين الذي بعث به النبي، أعلى وأشرف ما فيه الجهاد في سبيل الله. وعلوه من حيث الأجر والمثوبة أولا، فلا أجر على شيء كالأجر على الجهاد في سبيل الله. كل نفقة فيه وكل عمل فيه كله هذا في الحساب والميزان. ثم هو الذي به تقام عزة الإسلام بالجهاد. نصر الله رسوله بالسيف والجهاد، لما قام بالجهاد انتصر الدين وعز. فالعزة إنما هي بالجهاد، والذل في ترك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبعتم العنا واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. فأعلى وأشرف الأوامر التي أمر الله تبارك وتعالى بها عباده، أعلى وأشرف من جهاد الدين الجهاد في سبيل الله، فهو طريق العز والتمكين والدفع عن المسلمين وإقامته وحماية حوزة الدين بالجهاد في سبيل الله. لذلك النبي قال هذا أعلى شيء، أعلى شيء في الإسلام، في عمود وفي شعار. قالوا الجهاد في سبيل الله. ألا أدلك على رأس هذا الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قال: كنت بلى رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال له النبي: ألا أدلك على أبواب الخير؟ مستحبات، أبواب تدخلها تنال الأجر العظيم والمثوب. أديت الأركان، هل يا أبواب الخير؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. فقال له النبي: الصوم جنة. الصوم جنة، الجنة الدلع والحماية والحصن، يعني تتحصن به. حصن من إيه؟ حصن من الشيطان، حصن من المعاصي. فأنت إذا كنت صائم خلاص دخلت في حصينة، دخلت في عبادة. لما تكون ناوي يوم صيام يبقى دخلت في عبادة من أول ما نويت هذا الصيام إلى أن تفطر. فقال النبي: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أذنبت فصدق، فإن الصدقة يمحو بها الله الخطيئة. والنبي هنا يقول: تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. شلون في نار صب عليها المية خلاص تنطفئ؟ خلاص. فكذلك في معاصي، معاصي حرارة وشر وذنوب، فإذا تصدق كأنه أطفأها بالصدق. قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم قال له: وصلاة الرجل في جوف الليل. الصلاة في جوف الليل باب عظيم من أبواب الخير، وجه الله تبارك وتعالى المسلمين جميعا إليه في أول الإسلام: يا أيها الذين زملكم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا. وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستمر عليه طيلة حياته. قال له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقال له النبي: وصلاة الرجل في جوف الليل.
وتلا النبي قول الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. بهؤلاء الذين اخفى الله تبارك وتعالى لهم اعظم المسرات والملذات عنده ولم يعلم بها احد، مفاجاه لهم إذا أتوه سبحانه وتعالى. قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال له النبي: ألا أدلك على علاج ذلك كله؟ وكل كلام الرسول له بالعرض وليس بالفرض، يعرض عليه. تبي أقول لك هذا، تبي أقول لك هذا، تبي تقول هذا. قالوا: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ والمعنى: ألا أدلك على أن يجعلك تملك كل هذا، كل هذا العمل تملكه، ما يزال منه شيء. قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. قال له: هذا؟ قال: قلت يا رسول الله، أو نحاسب بما نتكلم؟ قال: فضرب في صدري. وقال: سكلمت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوهه في النار إلا أحصائي وألسنتين؟ إمساك اللسان عن الشر، لأن اللسان أعظم جارحة في الشر، كما هو أعظم جارحة في الخير. فبه يذكر الله تبارك وتعالى ويحمد، وبه باللسان تحصل كل شرور الغيبة والنميمة والقذف والقدح والغمز واللمس والكذب والزور والبهتان، بكل أجراء اللسان، كل أجراء لسانية، أجراء اللسان. حتى قال النبي: من يرمل لي هذا وهذا ضمنت له الجنة. يعني من يضمن لسانه وفرجه يقول النبي: ضمنت له الجنة. فاللسان أعظم جارحة في الشر، كما هو أعظم جارحة في الخير. قال له: أمسك عليك هذا، فإمساكه إنه عن الشر وليس في الخير. أما في الخير إطلاقه أمر عظيم، كما قال النبي: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فذكر الله من اكثر الاعمال اجرا عنده، كل اعمال لسان، اعمال لسان لكن مواطن القلب. قال: امسك عليك هذا. فقال له عمر: معاذ يا رسول الله، هو حاسب ما نتكلم؟ يعني هل سيحاسبنا الله بكلامنا؟ قال: لا، سكلمت امك يا معاذ. كلمة تحطم، كلمة تحبب من الرسول له، فإن النبي كان يحبه. قال: يا معاذ، والله إني لا أحبك يا معاذ. لا تنعني في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكان من أحلال النبي صلى الله عليه وسلم، شاف ويحبه النبي. فخذ له فكرة أكثر. قال له: هل يكب الناس على وجوههم في النار؟ وهذا أعظم شيء، أعظم عذاب يكبه يلقيه في النار على وجهه إلا أصائل ألسنتين، يعني بما يحصدونه بألسنتهم هذا. فإن يقول: إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار سبعين قليلا. كلمة قالها يقول الذي لا يلقي لها بالا، يعني لا يظن ان لها يعني هذه التبعه وهذه المسؤوليه يوم القيامه، ما يظن هذا. يقول النبي: فيسقط بها في النار، يهوي بها في النار بهالكلمه، بسبب الكلمه هذه 70 سنه، 70 سنه وراسه هاوي، امه هاوي، امه راسه هاوي في النار، 70 خريج ما يصل قام والمكان الذي سيستقر به في النار.
حديث عظيم، هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مجلس واحد طريق إلى الجنة. لو أن كل منا أخذ هذا الحديث وعمل به عرف طريقه إلى الجنة. ويبقى توفيق الله ومنته، يبقى توفيق الله ومنته، إذا وفقك الله ويسر الله تبارك وتعالى عليك طريق الجنة يسر. وأما إذا أعرضت فالعقوبة تأتي، فلما أزاره أزار الله قلوبه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهناك يسر الله تبارك وتعالى من طريق الجنة فأسره تيسر من الله. ولذلك أهل الجنة لم يوصلوا الجنة ويكونوا فيها ماذا يقولون؟ يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقولون وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا، لولا هداية الله لنا ما كنا اهتدينا. فمن يسر الله له الطريق يسر له، وأما من أعرض عن الله تبارك وتعالى فعاقبه الله بإعراضه وشركه، فهذا الشرك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسر لنا طريق الجنة، وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب استغفره. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات الله وسلامه عليه. أعملوا ألسنتكم في ذكر الله تبارك وتعالى، وارجعوا إلى الله تبارك وتعالى ودعوهم لنصرة إخوانكم المظلومين. وأن يزلزل الله تبارك وتعالى الأرض تحت المجرمين والكافرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع شمل هذه الأمة، وأن يقيم فيها عام الجهاد، وأن يخمع أعداءها ويهلكهم، وأن يلعنهم بلعنته سبحانه وتعالى، وننصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا ما نراه إنما هو من ترك أمتنا الجهاد، ولو أنها أخذت الجهاد طريقا لما كانت هي أعز الأمم. كل الأمم أمم الكفر متخذة القتال والبغي طريقها، لذلك هذا شأنهم. وأما أمة الإسلام تفرقها وشتاتها وتركها سبب عزتها، ما هو سبب العزة؟ إلى قبل 100 سنة فقط كنا أعز الأمم على ظاهر هذه البسيطة، ولكن في هذه القرن الأخير أصبحنا أذل الأمم، وذلك شتاتا وضعفا وفرقة وترك للجهاد في سبيل الله. لما تركنا الجهاد في سبيل الله سلط الله تبارك وتعالى أعداءه على هذا النهر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرد هذه الأمة إلى دينها، وأن يأخذ فيها علم الجهاد، وأن يحمى أعداءه، وأن يتولاه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى النصير، هو الناصر والنصير سبحانه وتعالى. ربنا توكلنا عليك، ربنا إليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب تستغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر.